ننتقل لفقرتنا الأخيرة لليوم. محطتنا الأخيرة يا نور لليوم رح تكتسب بحلة ميلادية أيضا يلي عم تشهدها مدينة دمشق بمختلف مفاصلها الحيوية. رح نروح لبازارات ومعارض وأمسيات ميلادية، واليوم رح نحكي عن بازار الميلاد بفندق أمية يلي بيضم عدد من المعروضات الميلادية والحرف اليدوية بمشاركة فرق تطوعية قدمت مبادرات مجتمعية. وللحديث أكثر عن بازار الميلاد بصيرنا نرحب بديما محمد العوا منظمة البازار. صباح الخير صباح ديما، صباح وأيضا النور. محمد فادي الصقال عضو في فريق صدى إيجابي التنموي التطوعي. صباح الخير. صح؟ صباح صباح الخير، صباح كيفكم؟ النور. الله صباح يسلمك النور، فيكم. كيفك؟ تمام صباح الحمد لله. الخير وأهلا وسهلا فيكم على الشاشة الأخبارية السورية. بالبداية خلينا نحكي عن بازار الميلاد اليوم. مثل ما عم نشوف في كثير من البازارات عم تاخذ حلة الميلاد والزينة، خلينا نحكي عن هيدا البازار وشو اللي بيميزه عن البازارات الأخرى. هلا أول شيء بدي أتشكر الإخبارية السورية إنه دائما بتغطي لنا الفعاليات تبعاتنا. تاني شيء هلا البازار كان بفندق أمية، بازار نويل، كان كثير كان بمناسبة الميلاد. شو كمان كان عنا؟ كان عندنا كثير من الطاولات والمشاركة وفعاليات كثيرة كانت بالبازار. اوكي ديما ومحمد، خلينا نروح ونشوف مشاهد من البازار مع زميلتنا هالة السعدي ومنرجع. عم نتابع مع بعض مشاهد من البازار. يمكن البازار متنوع، فيه العديد من يمكن الحرف التقليدية واليدوية، هذا اللي بيميزه بشكل عام فينا نقول. طبعا أكيد، يعني أهم شيء لما يكون البازار فيه كل شيء، لما يكون فيه شركات كتيرة، لما يكون فيه شغلات جديدة، وخاصة لما يكون معنا كمان فريق صدى الإيجابي، وكان عندنا يعني كان عندنا فعاليات جديده كثير كثير حلوه بالبازار. نعم. خلينا لكان صباح الخير. صباح الخير. خلينا نحكي اكثر عن مشاركه فريق صدى الايجابي بالبازار، وخلينا نحكي يمكن اكيد انتم كان لكم تحضيرات من قبل لحتى اليوم عم نشوف البازار بحله ميلاديه. تمام. هلا نحن بلشنا بشيء اسمه زرده، هي فعاليه للاطفال، فحبينا انه نستهدف دول الاطفال لنعلمهم شيء هن يقدروا يساعدوا حالهم، ما يندروا انه حدا يساعدهم. ولقينا اقبال كثير كبير من الناس، حتى من المنطقه اللي نحن كنا عم نساعدهم فيها للعالم. صاروا الاولاد كثير يتفاعلوا معنا، يشتغلوا معنا بشكل كثير حلو، صاروا يشتغلوا على الاكسسوارات، يطلعوا موديلات كمان جديده كثير. اطفال هيك؟ اي اطفال صغار يعني يافعين لساتهم. اشتغلنا من عندهم كمان. حلو. اشتغلنا تقريبا مع شي 50 طفل، علمناهم على هذا الشيء،
ومشان نشجعهم اكثر للاغراض اللي هن اشتغلوا فيها شاركنا ببازار كمان للاطفال. ايه قدمنا منتجاتهم للناس والناس عرفت نحن انه هذا شغل مين شغل الاولاد. كثير انبسطت بهذا الشيء واجانا دعم من الانسه ديما مشان بازار اميه كمان شاركنا فيه. بس طبعا كل شيء لحال يعني في شيء للدراسه هذا الشيء نحن فهمناهم عليه للاولاد انه الدراسه لحال. شو كان بيتضمن يعني الفعاليه زرده للاطفال؟ تدريب على شو؟ على الاكسسوارات؟ تدريب على الاكسسوارات على... هي حصرا تدريب على الاكسسوارات. يتعلموا كيف يعملوا اكسسوارات طوق سواره اي شيء من الاكسسوارات الموجوده هلا حتى هلا بالسوق عندنا. شغل الايد اكيد طبعا. نعم ديمان خلينا نحكي اكثر. يمكن شفنا من خلال الكاميرا قد ايه في طاولات وقد ايه في ناس مشاركه ويمكن هاند ميد الصناعات اليدويه وخاصه يمكن من الاطفال. يمكن كل البازارات بتتضمن هدول التفاصيل اللي عم نحكي فيهم، ولكن خلينا نحكي عن البازار. انتم شو بيضيف او شو بيتنوع او في شو فيه مجالات بعد ما ذكرناها؟ هدول الشركات لما بنهاية البازار عملنا كان معنا فرقة جدة أسامة، فهن هدول الشركات وبعض المشاركين اللي كانوا معنا قدموا هدايا للبازار، هدايا للزوار تبعنا. عملنا مسابقات، عملنا عروض مشاهد مسرحية مقتطفات يعني، وكان في كتير يعني هدايا توزعت وكتير كان الناس مبسوطة. وكان بازار نويل يعني من البازارات اللي كانت فيها شغلات جديدة، إنه يكون فيها مشغولات يدوية، فريق زردة كان معنا يعني كتير مشاركين. يعني قديش مدة البازار تقريبا؟ كان 3 أيام، 3 و4 و5. كيف كان إقبال الناس والأجواء؟ كان الإقبال كتير ظريف. والأسعار كيف كانت؟ يعني دائما البازارات بتختلف نوعا ما من خلال الأسعار، بتكون مختلفة عن أسعار السوق، أقل نوعا ما. أي صح، لا أكيد البازار رح يكون أقل، وكان في كتير عروض من المشاركين ومن الشركات اللي معنا. وكان الإقبال كتير جيد يعني، خصوصي آخر يوم كانت العالم ناطرة جدا وسامة تفرجوا عليه. حلو. محمد شو مشاريعكم القادمة يمكن من بعد المشاركة بهذا البازار؟ أكيد صار عندكم رؤية بتطوير عملكم أكثر، والأولاد يمكن انبسطوا ببيع أكيد منتجاتهم وصار عندهم حافز أكثر وأكثر. هون أنتم مهامكم كفريق شو لتطوير الأطفال شو ناويين تعملوا؟ تماما. هلا نحن شغلنا مع الأولاد لسه ما خلص، فنحن كل فترة في عنا حدا من قسم التخطيط بيطلع بيتابع مع الأولاد، بنشوف شو اشتغلوا، بنشوف شو عملوا، شو ساووا، بنحاول نازورهم قدر المستطاع للاولاد. في شيء عن التسويق، دورات تسويق حتى للاطفال اللي حتصير، بحيث انه يعرفوا كيف هن يروجوا بقى يصيروا لحالهم عن منتجاتهم. حلو. انه ما عاد يصيروا يعتمدوا على حدا، خلاص هن بيصيروا هن لحالهم المسؤولين عن الشيء اللي هن عم يساووه. نعم. طيب خلينا نحكي قديش مهم فعلا مثل ما قلت رعايه الاطفال اليوم للاعتماد على نفسهم، ونحن عم نحكي عن فئه محدده من الاطفال يمكن عم يعيشوا ضمن ظروف صعبه وحياتيه في ظل الحرب اللي عم تعيشها سوريا. تماما. هلا في فكره صغيره حابب نوه عليها، انه هدول الاولاد نحن قبل ما نشتغل معهم زرده شغالين معهم من السنه الماضيه، اشتغلنا معهم على الدعم النفسي. عملنا لهم فعاليه اسمها دوري 100 طفوله، هي مثل نشاطات للاولاد، صار في نشاطات حركيه كذا، اخذوا ثقتهم بحالهم شوي الاولاد، وحتى عملنا لهم نشاطات يعني مثل مسرحيه وهيك، فانه عملنا لهم مسرحيه، فانه بعد سنه شافونا الاولاد فتذكروا اسماءنا باسماء المسرحيه، انه صاروا انه شو انه شيء كثير حلو انه انت تاثري بهدول الاولاد على مدى سنه كامله، تاثري بهدول الاولاد وتشوفيهم كثير مبسوطين بهذا الشيء وهن جاهزين لاي شيء انت بدك تقدمي لهم اياه. نعم. محمد وديما نحن كثير بدنا نتشكركم، موفقين بمشاريعكم القادمه وبدعمكم لكل حدا يمكن حابب يعمل شيء بهي الحياه. شكرا كثير. شكرا كثير لكم وعلى وجودكم معنا. اهلا وسهلا فيكم. شكرا. شكرا.